السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة علم الزراعة. زي ما حضرتكم شايفين ده الشمام اللي احنا بدأنا نزرعه. لو عايزين تعرفوا طريقة زراعته تابعوا الفيديو للنهاية. ده عمره بالضبط 70 يوم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي بذور الشمام، وهنبدأ نزرعها دلوقتي في خط بجوار شتلات الباذنجان والفلفل. احنا في منتصف شهر 4 بالظبط، فزي ما حضراتكم شايفين هنغرس بالبذرة الواحدة. البذور دي جايبينها من السعودية عن طريق بعض الأحباب اللي جابولنا البذور وأرسلوها لينا، فشكرا يعني ليهم. فزي ما حضراتكم شايفين هيكون بين البذرة والأخرى مسافة 10 إلى 15 سنتي. مفيش مشاكل لو بدأنا بغرس بالسنين بالضبط بالبذرتين يعني، وهيكون غرس في الثلث العلوي من الخط زي ما حضراتكم شايفين. وده بعد مرور أسبوع من الزراعة بدأت البذور الشمام تنبت زي ما حضراتكم شايفين. في برضو لسه ما أنبتش، هينبت إن شاء الله. في الفترة دي ما بنضعش سماد أو أي حاجة غيره، يتم تطبيق عليه بالمي زي ما حضراتكم شايفين. المية تسري جنبينا، هاتب احنا نرويه بالمية دلوقتي، وان شاء الله هنتابعه في الخطوات اللي جاية، فتابعونا. وده زي ما حضراتكم شايفين بعد مرور شهر بالظبط من الري السابقة بدأت تزهر الشمام امامكم. يعني فشيء جميل جدا لو لاحظنا هنا لقوا بدأ ينبت. ان شاء الله هيتم تسميده سماد ازوتي اللي هي اليوريا، ويفضل برضو لو اضفنا ليه الدفعة من سماد السوبر فوسفات، طبعا هيكون جميل جدا ليه مع عدم الزيادة. فتابعونا في الجزء القادم، شكرا. وبعد مرور شهرين بالضبط وتسميد مرتين، مرة أزوت ومرة سوبر فوسفات، الفترة دي يجب عدم الزيادة في الري حتى ما تتشققش الثمار الشمام زي ما حضراتكم شايفين أمامكم، فيسبب في عفنها. فبسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. وفي النهاية زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الشمام. بسم الله ما شاء الله. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والضغط على زر اللايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.